السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ السنة الثانية إعدادي، مرحبا بكم. فيديو جديد حول درس التوالد عند الإنسان. هذه المرة سوف نقوم بدراسة الوحدة الثالثة، وهي يعني تتعلق بالإخصاب والحمل. إذن من الإخصاب إلى الحمل، إذن يمكن أن يؤدي الاتصال الجنسي إلى حدوث إخصاب داخلي يؤدي إلى تشكل بيضة تتحول إلى جنين ينمو خلال فترة الحمل التي تستغرق 9 أشهر. يتشكل الحامل تدريجيا وينمو من خلال إقامة تبادلات تنفسية وغذائية بينه وبين الأم. إذن كيف يتم الإخصاب عند الإنسان؟ كيف ينمو ويتشكل الجنين داخل الرحم؟ إذن في هذه الفقرة غادي نشوفوا كيف مراحل الإخصاب عند الإنسان، ثم كذلك يعني كيفية نمو الجنين، يعني مرحلة دراسة ديال الحمل. إذن غادي نشوفوا من المرحلة ديال الإخصاب إلى الحمل. إذن غادي نبدأ بالنشاط الأول من الإخصاب إلى التعشيش، اعتمادا على الوثيقة 11، الوثيقة 11 اللي كتمثل لنا المسار ديال الامشاج الذكريه داخل الجهاز التناسلي للمراه بعد اتصال جنسي مخصب، يعني واحد الاتصال جنسي اللي ينتج عليه اخصاب. اذا هنايا عندنا المسالك التناسليه للانثى، دونك لدينا المهبل، ثم يعني الرحم، هنا عنق الرحم، ثم عضله الرحم كما كتلاحظوا معايا، اذا مهبل الرحم، ثم قناتي المبيض، دونك هذه عبارة عن قناة مبيضية، ثم لدينا المبيضين كما كتلاحظوا معايا. إذا عندنا جوج الأسهم، السهم اللي بالأحمر كيمثل لنا المسار ديال الأمشاج الذكرية، والسهم اللي باللون الأسود كيمثل لنا المسار ديال البويضة. إذا هنايا اش عطاونا؟ قال لك قذف الأمشاج الذكرية في المهبل خلال اتصال جنسي. إذا بعد الاتصال الجنسي كيتم القذف ديال الأمشاج الذكرية في المهبل، دونك هادو هما الأمشاج الذكرية. كما كتشوفوا في البداية كيكونوا كيتواجدوا على مستوى المهبل، ثم من بعد كيوليو كيتواجدوا، دونك نتبعوا المسار ديالهم، كيوليو كيتواجدوا على مستوى الرحم، ثم كيهاجروا من الرحم في اتجاه القناتين المبيضيتين كما يعني كتلاحظوا معايا. بالنسبة للمسار ديال البويضة، البويضة كيتم التحرير ديالها من طرف احد المبيضين، كما كتشوفوا معايا هذه هي البويضة، وهنايا ولات كتواجد في هذا الجزء هذا. اذا كتهاجر من بعد التحرير ديالها من المبيض في اتجاه يعني الجزء العلوي من قناة المبيض. اذا السؤال الاول قال لنا تعرف مسار الامشاج الذكرية داخل الجهاز التناسلي للمرأة بعد اتصال جنسي مخصب. اذا المسار ديال الامشاج الذكريه قلنا كتتجه من المهبل الى الرحم ثم الى القناتين المبيضيتين. اذا سوف نقول بانها تصعد الامشاج الذكريه بعد قذفها في المهبل نحو الرحم، ثم تتجه الى القناتين المبيضيتين. السؤال الثاني، حدد مكان حدوث اخصاب. اذا باش نحددوا المكان ديال حدوث الاخصاب خصنا نكونوا كنعرفوا اذا ما معنى الاخصاب. الإخصاب يعني الالتقاء ديال الأمشاج الذكرية بالأمشاج الأنثوية كمرحلة أولى، ثم فيما بعد يعني التحام نواتيهما للحصول على بيضة. إذن هنا عندنا البويضة بعد التحرير ديالها من طرف المبيض، ثم كيتم الالتقاء كما كتشوفوا في الثلث العلوي من قناة المبيض. إذن مكان حدوث الإخصاب يتم على مستوى الثلث العلوي لقناة المبيض. الجواب، تلتقي الحيوانات المنوية مع البويضة في الثلث العلوي لقناة المبيض حيث يتم الإخصاب. إذن ثالثا، اعتمادا على الوثيقة 12 تعرف مراحل الإخصاب ثم حدد مصير البيضة بعد الإخصاب. طبيعة الحال بعد ظاهرة الإخصاب ما كنبقاوش نتكلموا على بويضة، كنوليو نتكلموا عن بيضة. إذن الوثيقة 12 كتبين لنا المراحل ديال الإخصاب عند الإنسان. إذن في المرحلة الأولى تتم إحاطة الأمشاج الذكرية بالمشيج الأنثوي. بطبيعة الحال كما شفنا بأنه من بعد ما كتوصل هذوك الأمشاج الذكرية يعني كيتجهوا
عبر قناة المبيض كيحيطوا بالبويضة اللي كتواجد في الجزء الثلث العلوي من قناة المبيض. إذا هنايا كتوقع أول مرحلة اللي هي الإحاطة ديال الأمشاج الذكرية بالمشيج الأنثوي. المرحلة الثانية بداية دخول المشيج الذكري، إذا مشيج واحد فقط من هذه الأمشاج هو الذي يعني سوف يستطيع الدخول إلى يعني اختراق غشاء البويضة. إذا هنا ثم بعد ذلك لدينا إذا دخول ديال المشيج الذكري، إذا يترك وراءه الصوت، إذا تاركا وراءه الصوت، إذا الصوت ما كيدخلش داخل البويضة السيتوبلازم، فقط الرأس اللي كيحتوي على النواة. المرحلة الثالثة اقتراب ديال نواة المشيج الذكري مع النواة المشيج الأنثوي، ثم أخيرا التحام نواتي المشيجين، وبالتالي يعني تشكل بيضة. غادي نشوفوا دابا المصير ديال هاد البيضة. إذا هنايا كما كتلاحظوا معايا بعد تحرير ديال البويضة اللي هي هادي، إذا هاي تتم المرحلة ديال الإخصاب الإحاطة والالتحام ديال نواتي المشيجين. إذا بعد ذلك كنحصلوا على بيضة. إذا هنايا عندنا بيضة كما كتشوفوا معايا، هاد البيضة ما كتبقاش في الثلث العلوي ديال القناة المبيضية، ولكن كتهاجر في اتجاه المخاطط الرحم، اتجاه الرحم. إذا وهي غادية عبر قناة المبيض كتخضع لواحد مجموعة من التغيرات. إذا كنتكلموا على مجموعة من الانقسامات اللي غادي تخضع لها البيضة. ففي الأول هنايا بويضة كتحول إلى بيضة بعد الإخصاب. هاد البيضة غادي تنقسم إلى يعني خليتين، لأن عبارة عن خلية بيضية، دونك غادي تنقسم إلى خليتين. كنتكلموا على المرحلة ديال الخليتين، ثم مرحلة ديال الأربع خلايا، كل واحدة عاوتاني غادي تنقسم لجوج، تعطينا جوج الخلايا، ثم غادي تبقى كتستمر هاد الانقسامات 4-8، دونك حتى كتعطينا واحد الكتلة من الخلايا اللي كنسميوها بالتوتية. إذا هاد التوتية هادي حتى هي بالدور ديالها كتتطور وكتصبح عبارة عن مدغة اللي هي أومبريون، واحد المدغة. هاد المدغة غادي تهاجر نحو الرحم كما كتشوفوا معايا هنايا، كتهاجر نحو الرحم وكتنغارز في المخاطة ديال الرحم بين تخاريم ديال الرحم، تخاريم مخاطة الرحم. هنا كتبدا هاد الظاهرة هادي ديال الانغراز ديال المدغة على مستوى يعني مخاطة الرحم، كتسمى بالتعشيش، وهي كتبدا في اليوم السابع يعني بعد الإخصاب. إذا هاد المدغة كتلقى على مستوى مخاطة الرحم واحد السائل اللي كيفرزه لينا هادوك الغدد الأنبوبية اللي كنا شفنا اللي كتشكل المخاطة ديال الرحم. دونك هاد هاد السائل هذا كتلقى فيه الظروف ديالها اللي كتقوم بالتغذية ديالها، حتى انه كيوقع التشكل ديال العروق الدموية والمشيمة. اذا هاد الوثيقة كتبين لنا ظاهرة ديال التعشيش، يعني انغراز المدغة الناتجة عن الانقسامات التي تخضع لها البيضة بعد الإخصاب. إذا غادي نشوفوا السؤال اللي قلنا حدد مصير البيضة بعد الإخصاب. إذا بعد الإخصاب تبدأ البيضة في الانقسام، حيث تمر من طور خليتين ثم طور 4 خلايا ثم 8 خلايا، تتوالى الانقسامات إلى أن تصبح على شكل كتلة من الخلايا تسمى توتية مغيلة. تتطور توتية بدورها لتصبح مدغة أمبريون، تهاجر من قناة المبيض نحو الرحم، حيث تنغرز وتثبت على مستوى مخاطة الرحم بين تخاريم الرحم لتبدأ مرحلة الحمل. تسمى هذه الظاهرة بالتعشيش لانيداسيون، وتتم في اليوم السابع بعد الإخصاب. تجد المدغة أمبريون على مخاطة الرحم السائل المغذي الذي تفرزه الغدد الأنبوبية إلى حين تشكل العروق الدموية والمشيمة. إذا الآن شفنا الإخصاب عند الإنسان، شفنا كذلك ظاهرة ديال التعشيش. غادي نشوفه الآن النشاط الثاني اللي هو نمو الجنين وأهمية المشيمة. إذن غادي نشوفه الدور ديال المشيمة اللي كتجي بعد اللي كتشكل. إذا السؤال الأول يقول اذكر، إذا أولا اذكر بعد علامات الحمل.
طبيعة الحال، لأن ماشي ما غتشكل خلال الفترة ديال الحمل. غادي نشوف واشنا هو الدور ديالها، دونك العلامات ديال الحمل. إذا بالنسبة للمرأة، يعني كيمكن لها أنها تعرف راسها أنها حامل من خلال واحد المجموعة من العلامات، دونك من ضمنهم الغياب ديال الحيض، دونك يعني دم الحيض الغياب ديالو اللي كيتعتبر يعني علامة أولى للحمل، ولكن ماشي دائما هذا يعني هذا الغياب هذا هو يعني يعبر على أن المرأة حامل، ولكن يقدر يكون راجع لظروف أخرى مثلا مرض إلى غير ذلك. كذلك من علامات الحمل هناك ارتفاع في درجة حرارة يعني جسم المرأة ببضع أجزاء اللي فوق 37 درجة اللي هي درجة الحرارة الجسم. ثم هناك علامات أخرى مثلا العياء، الغثيان، القيء. وهنا طبيعة الحال إلى ظهور هذه العلامات كيمكن لها أنها يعني تلجأ لاختبار ديال الحمل اللي كيعتمد على تحليل البول ديالها باش كيكشف لنا على الوجود ديال الهرمون المميز للحمل أو يعني عدم وجوده. إذن هادو كانوا العلامات ديال الحمل. إذن قلنا يمكن المرأة أن تعرف أنها حامل من خلال غياب الحيض الذي يعتبر العلامة الأولى للحمل، إلا أنه يمكن إرجاع هذا الغياب إلى عوامل أخرى، مرض أو اضطرابات نفسية غير ذلك، ارتفاع درجة حرارة جسم المرأة ببضع أجزاء درجة فوق 37، ظهور العياء والغثيان والقيء في بعض الأحيان. للتأكد من الحمل تلجأ المرأة إلى إجراء اختبار الحمل الذي يعتمد على تحليل بولها، وذلك للكشف عن الهرمون المميز للحمل في البول أو عدم وجوده. السؤال الثاني، حدد اعتمادا على الوثيقة 14 مراحل الحمل. إذن غادي نتكلموا على المراحل ديال الحمل. إذن كما كتشوفوا معايا هنايا في الوثيقة عندنا مراحل الحمل. إذن مراحل الحمل هما مرحلتين، كان المرحلة الجنينية وعندنا المرحلة الحميلية. إذن المرحلة الجنينية كتكون يعني في الأسابيع الأولى، والمرحلة الحميلية كتبدأ من الشهر يعني الرابع. إذن هادو صورتين كيبينوا لنا تطور ديال إذن يعني الجنين خلال مراحل الحمل. إذن هنا عندنا المرحلة الجنينية، نشوف شنو كيوقع خلال المرحلة الجنينية. إذن هاد المرحلة الجنينية هنا كتبدأ مثلا الأسبوع هنا الخامس، حيث قال لك تكون الجهاز العصبي الأول. إذا بداية تكون الجهاز العصبي. الأسبوع السادس يشرع القلب في النبض، إذا بداية عمل القلب. والأسبوع الثامن إذا تكون الأطراف، يعني في هذه المرحلة كيظهر عندنا المخطط الأول ل يعني الجنين، يعني التشكل ديال الأعضاء ديالو إلى غير ذلك. إذا عندنا هنايا كذلك المرحلة الحميلية. هنا المرحلة الحميلية كتبدأ في الشهر الرابع وكتستمر حتى الشهر التاسع. إذا مثلا في الشهر الرابع ظهور الشعر والزغب على الجلد، استكمال تكون جهاز دوران الدم، استمرار نمو الجهاز العصبي. قال لك الحامل يتحرك، إذا في الشهر ابتداء من الشهر الرابع كيبدأ في الحركة. إذا كيمكن الأم يعني أنها المرأة أنها تشعر بالحركة ديال يعني الحامل. الشهر السابع إذا جميع الأعضاء قد تكونت، إذا كاع الأعضاء كتكون في الشهر السابع. ثم الشهر يعني التاسع اكتمال بنية الحامل، إذا يعني كيتم نهاية الحمل، كيبقى فقط يعني المرحلة ديال الولادة في النهاية ديال الشهر التاسع. إذا تمتد فترة الحمل عند أغلب النساء مدة 9 أشهر، حيث تتميز بمرحلتين. المرحلة الجنينية دونك تستغرق حوالي شهرين، يتم خلالها بداية تشكل الأعضاء، يعني الظهور ديال المخطط الأولي لأعضاء جسم الجنين. والمرحلة الحميلية تمتد من الشهر الثالث إلى نهاية الحمل، من الشهر الثالث حتى الشهر التاسع. وتتميز هذه المرحلة بنمو سريع لأعضاء جسم الحامل ونضجها وبداية عمل بعضها وظهور الزغب إلى غير ذلك. إذن غادي نشوف الآن بعد ما تعرفنا على مراحل الحمل، المرحلة يعني الجنينية والمرحلة الحاملية، غادي نشوفوا دابا شنو هو الدور ديال المشيمة والمميزات ديالها. إذن عندنا هنايا رسم تخطيطي لحامل
كما كتلاحظوا معايا داخل الرحم، اذا تعتبر المشيمه والحبل السري الصله توصل بين الام والحميل. دونك هنايا عندنا اذا كما دابا المشيمه الدور ديالها شنو هي؟ اذا هي اللي غادي تكون الوسيط ما بين الحميل وكذا يعني والام ديالو، يعني غادي نشوف شنو الادوار اللي كتقوم بهم المشيمه. هنا قال لنا تؤمن المشيمة التبادلات التنفسية والغذائية بين الجنين والأم. إذا من ضمن الأدوار ديالها أنها كتأمن تبادلات على مست يعني التنفسية، يعني الغازات التنفسية والغذائية يعني مواد القيت ما بين الجنين والأم ديالو. تتم التبادلات على مستوى غشاء رقيق بحيث لا يختلط دم الأم بدم الجنين. اذا هاد التبادلات راه غشاء رقيق، دونك شوف شحال يعني السمك ديالو ما بين 2 حتى 6 ميكرومتر، يعني قال لك بحيث لا يختلط دم الام بدم الجنين، دونك ليس هناك اختلاط بين دميهما. تبلغ مساحه مجموع زغبات حوالي 10 متر مربع، اما شبكه العروق الدمويه فتبلغ حوالي 50 كيلومتر. اذا العروق الدمويه اللي كاينه على مستوى هذه المشيمه كتوصل حتى يعني كتبلغ حوالي 50 كيلومتر، يعني هناك يعني غنى ديال غنية بالعروق الدموية. تعتبر المشيمة حاجزا لبعض المواد الكيميائية، يعني كتمنع الوصول ديال بعض المواد الكيميائية والجراثيم، لكن يمكن لبعض الحمات يعني الفيروسات والأدوية والمواد أن تعبر المشيمة وتصل إلى الجنين أو الحامل. إذا هادشي غادي نرجع نتكلموا على الأدوار ديالو بالتفصيل يعني بشكل اللي هو ملخص. هنايا كما كتشوفوا دونك هذا هو يعني الحامل، وهنايا عندنا المشيمه. دونك المشيمه كترتبط بواسطه الحبل السري، مرتبطه بالحامل بواسطه الحبل السري، وهنايا طبيعه الحل العروق اللي كتتجه للام، اذا هي وسيط ما بين الام وما بين يعني الجنين. نشوفوا الان اشنو هما الادوار ديال المشيمه. اذا تعتبر المشيمه مساحه تبادل فعاله. لماذا؟ دونك علاش كنقولوا المشيمه هي مساحه ديال التبادل فعاله؟ اولا انها تتشكل من غشاء دقيق، هذا الغشاء الدقيق كيسمح بالحدود ديالها ديال التبادلات ما بين دم الام ودم الجنين دون اختلاط يعني الدمين. ثم كذلك تشكل مساحه تبادل شاسعه كتقدر ب 14 متر مكعب، ثم تتكون من شبكه كثيفه من العروق الدمويه، إذا هي غنية بالعروق الدموية، قلنا تشكل حوالي 50 كيلومتر. دونك هاد الخاصيات كلهم كيجعلوا منها أنها تكون بنية فعالة، يعني وتسمح بحدوث هاد التبادلات اللي ما كيكونوا ما بين الأم وما بين الجنين. إذا تقوم المشيمة بأربع أدوار رئيسية. هاد الأدوار الرئيسية دونك عندنا أربعة الأدوار، غادي نقراو كل واحدة من هادو نعرف واش من الدور علاش كيتكلموا. قال لك تمكن المشيمة الجنين من الحصول على الاكسجين ومواد القيت، كيحصل على الاكسجين ومواد القيت. اذا هنا كنتكلموا عن دور اقتياتي، دونك كنتكلموا عن دور اقتياتي يعني الوصول للغازات التنفسيه، وكذلك يعني او 2 كنتكلموا على او 2 بالضبط ومواد القيت. تعمل المشيمه على تخليص الجنين من السي او 2 والفضلات التي يطرحها، اذا هي يعني كتخلصوا مناش من السي او 2 ومن الفضلات. اذا الدور ديالها وهنا كنتكلموا عن دور اللي كيتسمى ابرازي. ثم تلعب المشيمه دور حاجز يمنع تسرب بعض الجراثيم وبعض السموم الى دم الجنين، اذا هي تقيه من ماذا؟ من من الجراثيم وبعض السموم، اذا دور وقائي. ثم اخيرا تفرز المشيمه هرمون HCG الذي يعمل على الابقاء على الجسم الاصفر، اذا كيحافظ على الجسم الاصفر. الجسم الاصفر اللي قلنا يعني كيفرز لينا الجسفارون باش كيمنع يعني الكبح، تيكبح لينا التقلصات ديال الرحم باش ما كيبقى يعني هناك استمرار ديال الحمل. اذا هذا دور، بما انها تفرز هرمون HCG اذا اللي هو يعني هنا غنتكلموا عن دور افرازي، لان هناك افراز، كان دور افرازي. إذا كان هذا نهاية ديال هذا الفيديو، كنشكركم على الانتباه ديالكم وإلى فيديوهات أخرى إن شاء الله. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.